أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن تبرير إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الذين ينتظرون الحصول على المساعدات. جاء ذلك في تصريحات لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوري، الذي طالب بتحقيق النزيه في واقعة قصف النازحين بشمال غزة أثناء تلقيهم المساعدات. كما دان بوري القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية وعلى فتح المعابر، داعيا إياها لاحترام القانون الدولي الإنساني لمنع تفاقم الأوضاع والوصول لما وصفها بالفوضى الشاملة. أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء تقارير عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين أثناء تجمعهم حول قافلة مساعدات في حادثة انطوت على قوات إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة. وحث مجلس الأمن في بيان إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لإدخال المساعدات إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع. وقال البيان إن المجلس يشعر بقلق إزاء مواجهة سكان غزة البالغ عددهم 2,200,000 نسمة لمستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي.